اسعارهم ذني؟ هذا ب 36 وهذا ب 42 جدر ضغط جدر ضغط اي وقعوا لي هاي اللعبه وهاي الفيكه وهاي الكيكه واحلى فيكه واحلى كيكه. هذا موديل، هذا موديل ثاني، هذا موديل ثالث، هذا موديل رابع. هذا الموديل ابو القاروره وقلاصاته وياه بيش بلاش عمي. هذا الموديل بلاش 8000 دينار. الذهبي الكأس وابو القلاص يجي بي كأس ويجي بي قلاص بيش 9000 دينار. اتحدى دينار. وهذا الموديل الثالث ب 8000 دينار. ابو ال 50 وصلتنا كاسات سمره فونوس 6 قطع 1000 دينار. نعم قطعتين بلف، مو بس مال زوالي، مال تايرات، مال اي شيء تقدرين بلف دينار قطعتين. قطعه 500 دينار تاخذيه. هذا الوافل، شنو الوافل يا ابو؟ وين لقيت هذا الوافل؟ هذا كهربائي لو على النار قبل سمره. تقدر تفتحها تصير تسوي طاوتين. تصير طاوتين. اي. وتقدر هنا تخليه وتكبسه وتسوي على القطعتين. خليني التوست، خليني البيض فوقات، خليه وتكبسيه. هاي الكبس مالته. كلش حلو. خلي هالشكل وتقلبي هالشكل وببلاش. باوعي هذا الحجم ابو القطعتين بيش؟ ب 7000 ونص. نعم 7000 ونص. بعد نراويهم هذا اللاعب. ثلاث موديلات بعد عندك هناك، عنوانك وين عنوانك؟ عنواني بغداد، سمرة انا عنواني ببغداد، بغداد الجديدة، بظهر المسبح مال بغداد الجديدة. اخوان هذا الموديل الثاني الحجم مالته هي انا بيش؟ هذا طبعا تخليه وتخليه على الطباخ، ها؟ هذا على الطباخ هالشكل. هذا على الطباخ وتخليه فطاير مالحة حلوة. تخليها حسب الصورة، طلع الصورة وشوف. هاي انا. فطاير مالحه وحلوه، القطعه بيش بلاش ب 12000 دينار عمي. سعر تحدي اطلع تحدان. هذا بالوافل، هذا بالوافل، هذا ينشكل قطعتين يصير ينفتح هالشكل وعلى المال وحمل الجمال وذبه على الطباخ وقلبه يمنى يسرى ب 12000. ابو القطعتين ب 12000. بعد هذا ب 12000، كله ب 12000. هذا 12، ذاك 12. طبعا ها هاي تنفتح تنغسل، مو على بالكم مكسوره. هاي تتركب هالشكل، تشوفوها هالشكل تتركب. هاي سهولة التركيب و ب 2000 ونص. ساعة ب 2000 ونص. بعد باوع لي من هنا ونص. قطعتين ب 5000 دينار. قطعتين ب 5000 دينار. اشكال اشكال عندي اشكال، تخبل تخبل تخبل. ولادي بناتي نسائي باعي هذا، باعي هذا، باعي هذا النسائي. غير يخبل، غير دي يبيعوه ب 30 ب 40. اكرر صرت افتح بلا علم الزبائن، بالليل نفتح والصبح الصبح مفتوح البضاعه. بيش القطعه ب 2.5 عمي. سعر تحدي اطلع تحداني، اتحداك تقدر تتحداني. سعر تفليش، سعر جو السوق عمي. ب 2.5 يابه. اشكال اشكال. هاي هسه الفتحه ابو عاده شاكيت ب 2.5 عمي. هذا مو شاكيت، هذا يلطم الشتاء على العين. بلوزات تلطم الشتاء على عينه. بعد شو تريد اكثر من هالدلال مني معلاوي؟ يلا يا مكرر، يلا يا محمودي، باوعي لي جبت لك القطعه ب 2.5. بعد تعالي منا، تعال تنظيف التخم، تنظفين بيه البقع اللي تصير على التخم، تمسحي بيه. انسي انسي، يرجع كما كان ويرجع ولد وبحيله. بيش؟ بلف دينار. نعم بلف دينار. 50 قطعه بلف. نعم السفره موجوده، ام الوزن 650 الثقيله بلف. بعد جت الكاسات مال الشوربه ومال موربه. بيش؟ بلف دينار. 50 قطعه. الخاشوقه الاستعمال الواحد، الملعقه الاستعمال واحد مال اكل. بيش 750 دينار. دينار مال شاي ب 500 ومال اكل 750. 750 شاي وقهوه، شاي وقهوه وحليب وكوفي. بيش 750. امي نعج بش اي شيء، اي شيء اوعي. بيش تايت، مو تايت الا ضيم، حتى السبح تقدروا تسبحون بيه. بعد ب 10000 دينار. لا عم الشاقه وياكم مو مال سبح.
بيش ب 10,000 دينار ابو 9 كيلو 5 كيلو بيش ب 6,000 دينار اكرر ما يلي الماني بيش 5 كيلو ب 6,000 دينار عمي بعد ابو الوزير حياك يا الوزير 3 كيلو بيش ب 4,000 دينار 3 كيلو ب 4,000 دينار طبعا هذا بعطور اشرد الوزير صارت ماركه معروفه عندنا غنيه عن التعريف عمي باوعي هنا باوعي هنا باوعي هذا الشمس هذا مال سوادات هذا مال سوادات بلف مال ممنوع مال سوادات بلف مزيل الدهون حجم كبير ب 1500 1500 بعد كل شيء عندنا 750 القاصر هذا الصابون السائل صابون سائل مو صابون سائل الا ضيم ب 2500 الدبه هاي ب 2500 بعد هذا بلف هذا 2000 هم السوادات هذا حجم الاكبر ب 2000 هذا 1500 معطر 1500 طبعا كرمل معروف ما حاجه اشرح لكم عنه ب 1500 باوعي هنا ديتول اللي سالتوا عليه قلنا لكم خلاص كررناه وجبناه ديتول سامراء الماركة معروفة عراق ما عليه لا منازع ولا منافس الأصلي بيش بلف دينار القاصر فاس فاس معروف هذا أنا جت الدنيا لقيته بالعراق ماركة معروفة الصناعة العراقية زيوت العراقية بلفين دينار كل شيء موجود عندي زاهي ب 750 العملاق بلف 500 شنو 500 هذا على 500 هذا 500 هذا 750 هذا 500 دينار زاهي هذا كلش كبيره هذا العلبه كلش كبيره بطولي تقريبا بلف دينار بعد باوعي هنا الصابون هذا بلف تركي بلف خمس قطع بلف هذا خمس قطع بلف تركي بعد هذا الصابون رقي مو رقي الا ضيم هذا يخبل عطره ب 3000 دينار باكيت بي ست قطع ب 3000 دينار اكو هذا القطعه ب 750 صابون رقي اشرد هذا مو صابون سائل صابون سائل ب 4,500 هذا الحجم العملاق ب 4,500 صابون سائل يعني اذا تجيبين لك الضاغط او تديرين من هذا تبقين العمر كله والشيبين وبعدش تغسلين منه انت وابو علاوي وهو باقي ما يخلص بسرعه بيش ب 4,000 باوعي هذا الجمال هذا شكردان هذا باوعي شلون شكردان غير يخبل بيش دينار شكردان 2000 دينار طبعا القلاصات ما احكي لكم عليه ليش ما احكي لكم حتى معلاه وتجيب فليساته وتجينا تبقى لانه كل الشيء الحلو الراقي جبته ب 2500 بالنسبه لي عنواني بغداد بغداد الجديده بظهر المسبح مال بغداد الجديده شوف افتح من العشرة الصبح للتسعة بالليل كل يوم ما عدا يوم الجمعه الجمعه الظهر نفتح من 3 الظهر للتسعة بالليل بصورة عامة يومية الساعة بالتسعة بالليل نعزل لا تجيني بالتسعة والله يخليك وعافية وبساية ماكو احنا نعزل بالتسعة رحلة نار سعرها ذهبي هذا ب 4,000 دينار هذا القلاص بي ست قطع ب 4,000 دينار هذا شكر جابه من هناك عشرة ست قلاصات ب 1500 ست قلاصات باكيت ب 1500 باوعي لي هنا ست استكاين بلف دينار ست استكاين بلف دينار ثلاث صواني سيت ثلاث صواني بيش ب 11,000 باوعي هنا هاي مشاطة 1 2 3 4 5 6 مشاطة بيش ب 750 دينار مشاطة ب 750 دينار الأحياف ونص ولادي بناتي ب 4,500 نسائي رجالي ب 4,500 بده ينباع ب 10,000 يبيعه ب 4,500 يا ريت يجي يشتري هذا يجي هذا رف جاني زاوية مال حمام تريد تفتحيه هالشكل بلواسق منها مالته وياه اللواسق مالته وياه يعني تلزقيه على الحائط هالشكل اذا تريديه عدل للشامبو للليفه للصابون للما اعرف ايش تريد نخليه تريديه زاويه يصير عندك زاويه هالشكل قطعتين هذا يجي قطعتين يجي بالكيس يعني هاي قطعه وهاي قطعه تريد تلزقيه هالشكل تريد تخليه هالشكل بيش ب 3000 دينار نعم ب 3000 دينار بده يبيعوه ب 5.5 ابيعه ب 3000 دينار بنات مثل ما تشوفون 5 8 11 مو سوى كل عطر وسعره كل شيء متوفر ركزونه متوفر سعره 2000 دينار رجالي نسائي
طبعا ثبات هي 48 ساعة، 1500 السكرت 2.5 هي والبيبي باودر، معطر بيبي باودر والسكرت سعره 2.5. طبعا ثباتية كلش حلوة والعلبة مليانة كلش مضغوطة. عندنا الأنواع العطور الباقية على 2000 دينار، 2000 دينار. صابونة الأبط على 1500 الرجالي والنسائي، متوفرة أنواع الصبغة ضافر ربع 500 و750 كله متوفر. معطر العفو معطرات بكل موديلاتها وكل عطورها سعرها 3000 دينار. أنواع المزيل 3.5 وعندي 2.5 وعندي 1500. أنواع مزيل الشعر طبعا ضد الحساسية، هواية نساء رجال هواية يأخذون من عنده ضد الحساسية. أنواع قناع الوجه على 500 دينار، سعر القناع 500 دينار، سعر القناع دينار يختلف هذا عن هذا 1000 دينار. أيضا موجود قناع الرجل 1000 وربع، سعر قناع الرجل 1000 وربع. أنواع التشقيق طبعا حتى إذا أنت عندك حساسية ما راح يأثر عليك أبدا، كلش حلو. أنواع التشقيق، أنواع معجون الأسنان، فحم الأسنان، مبيض الأسنان، كله متوفر. هاي السوالف تلقوها عند البيت الصيني اللي بغض على 1500. صابونة الماعز، صابونة الأعشاب، صابونة البيور، صابونة السكاية كلهن متوفرة. صابونة الأنوثة سعرها 2000 دينار، مورد ومرطب ومعطر للمنطقة الحساسة كلش حلوة. صابونة البيبي باودر أيضا تنطي لون وتنطي عطر وتنطي تعقيم للمنطقة الحساسة كلش حلو، سعرها 1500. بيبي فود هي والصابونة مالتها 3000، البيبي فود 1500 والصابونة أيضا 1500، تنطي شنعومة للقدم ولون وردي كلش حلو. أيضا بياض الحلوان وين؟ المسبح مقابل الطاقة، الفرع اللي مقابل الطاقة رجعنا كررنا بعد طورت فيها. تعالوا البغداد جديدة، احنا ظهر المسبح مال بغداد جديدة، اي ابو توك توك يدني دينار. كل الانواع متوفرة وطبعا ثباتية عالية 24 ساعة حتى ضد المي، طبعا بنات جربوها واحنا جربناها هنا كلش حلو. صابونة، صابونة الكبسولة طبعا تعرفون وين ايش قد يبيعوها بالسوق وبعض الكوزمتيك على 10000 دينار، احنا نبيعها ب 2000 دينار. طبعا الاصلية الفسفور اللي بيها طبعا كلها اصلي، بيها 3 الوان الازرق والاصفر والاخضر، كل بشرة لها شكل. الفازلين البيبي باودر، فازلين البيبي باودر سعره 1000 دينار، فازلين البيبي باودر. طبعا كل منتجات البيبي باودر متوفرة، عطر معطر الفازلين مالته، المرطب مالته، الصابونيه مالته، كلها رجعنا كررناه سعره 2.5. طبعا حرارته كلش حلوه، هواي جربوه وامن حتى اذا بنتك صغيره تقدرين يعني تقدر تستعمله، امن كله بلاستيك وحرارته كلش حلوه وما ياخذ هواي كهرباء. سعره اكو 2.5، اكو 3.5، اكو 2000، اكو 1500، مو سوى كل واحد سعره. ماسكات الحاجب كل الالوان متوفره بيه بنات، مثل ما تشوفون اشقر جوزي الاسود فاحم الاسود سعره 2000 دينار. انواع اساسات مثل ما تشوفون بنات، الاساس البخاخ مثل ما فهمتكم شلون تستعملوه، قلت لكم انا تبخون وين ما تبين، وجهك ايديك رجليك، عندك مناسبه تريدين توحدين لون الجسم كلش حلو كلش راقي. عندكم هنا الاساس على 1000 دينار، تقدرين تستعملي وجه ايدين تخلين شويه ويا لوشن تطلع نعومه واساس كلش حلو راقي. عندك السينمائي على 3.5، طبعا هذا ثابت 24 ساعة يسموه سينمائي. برايمر ايضا سعره 1500. الكبر ماركة الكبر ار اكس سعره 3.5. كل الانواع الماتريكس اليوم جبنا كاترس، العفو كاترس طبعا 5000 دينار، تعرفون انتم ايش قد ناخذ ايش قد ناخذ بالسوق 15 و18. طبعا الاصلي بنات شوفوا، وبي الوان للسمرة للبيضة، شوفوا شوفوا الاصلي بنات، وشرط التجربة. بعد شنو عندنا انواع التونر سعره 3.5.